صباح النور، صباح التيسير، كي صابحين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه. المهم فيديو جديد ونهار جديد وفلوك جديد. بديت لكم هنايا من الله واحد الجو هذا الصباح هذا. الطبق قدامكم ما كيبانش شنو كاين، دابا راه بدات كتمشي شي شويه، على الله تخرج الشميشه، ولكن الجو مضبب. دابا نوريه لكم من بعد. سيرو نتوما كي دايرينش؟ كتعاودوا احوالكم العائله؟ جيسبر يكون اموركم كاملين مزيانين. نديرو شويه سبور اليوم لحد سمعوا صوت العصافير، كنحمق على هذا الصوت. وديما فاش كنفيق الصباح كنجي كنبقى واقفه هنا شحال باكم كنسمع ليهم، سبحان الله. هاد الاشياء البسيطه انا كتفرح. الله يا سلام. المهم غادي نديكم معايا في هاد الفلوغ هذا. انا سديت لكم حيت راه كاين البرد، البنات كاين كز ديال البرد. ربيع كيلعبوا زين، حنا راه عندنا دار، عندنا قشقاش اللي بغيتو. المهم غادي نديكم معايا. الله يا خويا، ملي ولعتي نوريكم واحد الصالون كيفاش داير. شوف شوف اختي، شوف راه حنايا عندنا الحضانه، خاصكم شي حضانه في الدار. انت شوف هنا بلاصه لوسي خصني نجمعها فين نعس البارح. المهم كلشي كاين هنايا، جو بونس غادي نجمع هادشي قبل ما نخرج. بشكل يومي، دونك ما تنساوش بزاف 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 ديال اللايكات. بغيت نشوفكم في هذا الفيديو، يلا نكملوا الفيديو مع بعضياتنا. تكبط، شوفوا لابسه السيرفيت ولابسه المونطو وما نعرف شنو، وطلعت الشمس كنت عارف راسي في سيبيريا. لحقاش الصباح البرد البرد البرد، هذه راه 11 ديال الصباح البنات. المهم غادي نمشيو دابا نفخو الرويدات ديال البيكالا ديال زياد حيت فشات، ومن بعد غادي نمشيو نديرو شويه لا مارش حدا فلاكوت. مشيو معايا كذلك نتقداو. ها هو الكنيشه ديال كاعي، فينا هو فينا هو فينا هو فينا هو فينا هو نشدو فينا هو فينا هو زعما راه مقلق. عرفتو علاش مقلق؟ ما كيبغيش يلبس المونطوات والو، ما عرفتش. المهم ماما كتقول لي كنت هكا ملي كنت صغيره، ولاني راه كنعاني معاه، وسورتو هذا النوع ديال المونطوات اللي كيكون هكا امبيرميابل من برا كيحملوش. دابا راه هذيك لافيست راه كيلبسها بشكل يومي حيت عنده جوج مونطوات بحال هكا ما كيحملهمش. خاصني دابا الا بغيت نتقدى ليه مونطو نمشي نقلب على مونطو اللي ما يكونش فيه هكا. يا اختي يا اختي يا اختي، كيعطيو الشروط من دابا، هذا ملي غيكبر يا لهوي. فينا هو فينا هو فينا هو فينا هو هنا نشوف كاتشو. اشوف كاتشو فار. يلا احنا كنتسناو رابع باش ينفخ البيكالا. ها هو راه كينيه، وديك الساعه تشدو الطريق ان شاء الله. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know.
gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up. شو ما شتري جو كي داير كي نهز بابا مرا مشاو لي هما جايين. برافو زياد. شكون يسبق شكون؟ البنات انا رجعت لكم المهم عرفتوا درت المشي السريع. يا سلام كتحسي بالطاقه ديالك تجددات مع النيت حدا البحر واليود. تلاقيت مع واحد المتتبعه تحيه لك من هنا اللي كنتي كتشوفي الفلوق. كنفرح بزاف اللي كنتلاقاكم والله العظيم. البنات مفقوس طالع لي الدم كاعي ومعاش بوحال وكينقر ماك ديالك. دابا كاين موجه كاينه موجه زوينه ما جاش معول اصلا الاجرو مسدود حلو لا غير وليت تا اجرو على داك الاجراء ديال كضحك واش هذا ديال شي واحد هذا قدام الحلوه ديال الحلوه ديال سميتو يلا كريم هذا الشيء هذا ما قداش يقيسه اه وفي انتردي 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 مامي انتردي واحد هالعار في غادي لا ولدي انت غادي ريجيونال بوليس. المهم الناس اللي مبليين بالسر بغا يفهموا راه في هاد اللحظه هادي والاحاسيس ديالهم. المهم هنا كنا راجعين للدار عرفتوا ما نعاودش لكم داك الصباح كيفاش داز مع راجلي كان طالع لي الدم صراحه وتفقاس سورتو انه كيقول لي الموجه غزاله والجو زوين يعني مناسب جدا للسيرف ولكن ما كتبش لحقاش تقريبا اكادير البحر ديالو مسدود تيزنيت حتى هو اكلو مسدود وما كانش عندنا الوقت باش نطلعوا حتى الميرلفت حيت الميرلفت هي الشاطئ الوحيد البنات اللي ما دايرينش عليه هاد الاجراءات هادو ما سادينوش. فالمهم كان طالع عليه الدم وكان غير كينقر بقى فيه الحال حيت هوايه مفضله عنده هي السيرف. المهم هنا جيت كنتقدى خضيره حيت الدار كلها ما بقاتش عندي فيها الخضره نهائيا. يلا نطلقوا في الدار باش نوجدوا الغديوه مع بعضياتنا سورتو انه لوسي غادي يتغدى معنا اليوم كذلك. فيلا نطلقوا في الدار باش نشوفوا شنو غنديروا في الغديوه. رجعت لكم ملي دخلت المهم مشيت تقديت درنا التقديه ديال اللي خاصنا كامله حيت الخضره كامله سالات. هنايا غادي نوريكم شنو صايبت في الغديوه ديالي. هنايا شديت الدجاج عندي في الفريغو. هنايا خديت بلاتي غادي تضبب. هنايا خديت بيطه بطاطا صغيره جبتها غادي نسلقها ونوريكم شنو غادي ندير بها من بعد صغيره هانتوما غادي يبان لكم. وهنايا كما شفتوا الدجاج مع البصله زويته غادي نخليهم غير يتشحروا شويه. غادي ندير الدجاج بالشيفلور وصافي. وهاد الطيطه غادي نوريكم شنو غادي ندير معاها وغندير شليطه صافي. غداء ساهل ماهل. انا صراحه الويكاند ما كنصدعش راسي بزاف كنحاول سميتو الخضر الخضرات الخضروات 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 وبالفرنسي لي لي ليغو يلا البنات غادي نطيب الغديوه ديالي غادي نرتاح. هادو غادي نخليهم حتى العشيه ونرتبهم في الخضر الخضار صافي. غادي نزيد دابا غير نغسل غادي غير نغسل دابا قزبر معدنوس باش نزيدو شويه على الدجيج وغادي تكون غديوتنا وجدات فاسيل ماسيل ديال نهار السبت. واحد كيما قلت لكم انا كنشد كونجي دابا على وجهي لوسي وصافي الله ينايضها كنوجدو الغدا. يلا فتيات انتوما معايا سميتو المهم التتيمه ديال الغدا البنات ها انتوما راه البطيطه ديالنا تسلقات. دابا غادي ناخذ كاس غادي ناخذ كاس وهذا هو باش غادي نحاول ندغرج هاد البطيطات هكا نستفهم بعدا تبغرجو هكا بالقشره ديالها البنات. غير هو فاش تكونوا كتغسلوا حكوها يعني ماشي تغسلوا الغسيل العادي اللي كنديروا باش نقشروا وانما خاصها تحك شدوا شي حلفه وحكوه حيت كتكل بالقشره ديالها هانتوما. دابا ملي بغشتها كما شفتوا غادي نوريكم
غادي نوريكم لاصوص باش غندهنوها من الفوق ونخشيوها في الفران. عندي هنا قزبر معدنوس، غادي نزيد ليها زيت العود، زيت الزيتون، غادي نزيد مليحه، غادي نزيد الثومه. انا الثومه ما درتهاش في الغداء، يعني ما درتهاش مع الدجاج باش نديرها مع البطاطا، حيت ما كنكثرهاش في الطيب ديالي البنات، حيت انا عندي الطونسيون كيطيح، والثومه من الحاجات اللي كيزيدوا يطيحوا الطونسيون اكثر. شنو هو؟ غادي نحك جوج ثومات، الى عندكم الثومه بودغ ديروها كتجي زوينه احسن. ندير واحد المعلقه صغيره ديال التحميره مزيره، شويه رز المعلقه، صافي. هي العطريه البنات اللي غادي ندير، تقدروا تزيدوا لي زيرب دو بروفانس، الزعتر، زعتره، اللي حبيتو. انا غادي نكتفي بهاد العطريه، وشعلت الفران راه كيسخن. ها انتم هذه الشريميله باش غادي ندهنوا بالطيطه ديالنا، غادي نحاول ناخد هاد الشرموله ونحطها فوق كلها بطيطه. غادي ناخد هادي ونزيد ندهنهم مزيان باش يزيدوا يشربوا ديك العطريه ويجيو كلهم من السمين. عرفتوا راه البنات كتجي خطيره. وطبق جديد نبدلو به شويه الطرق اللي كناكلو بهم بطاطا، حيت كما شفتوا انا في المريقه ما درتش بطاطا، درتها غير بالشي فلور وصافي. هانتوما هاهي البيضه كيفاش كتجي. دابا غادي ندخلها للفران، غير تبان ليا هكا بدات كتحمر شي شويه، ونخرجها. غادي نص غادي ندردر عليه فرماج احمر، ونص غنخليه، حيت كاين اللي غيبغي بفرماج احمر، كاين اللي ما غيبغيش فرماج احمر. يلا انا غادي ندخلها للفران، ملي تخرج نوريها لكم. Thank you.
البنات انا جيت نصايب الدجاج ديالي وقلت علاش لا ما نوريكمش هاد لاستيس هادي اللي من نهار وليت كنجربها ولا كيبان ليا الفرق في الدجاج في البنه ديالو في الطياب ديالو كلشي. المهم انا جبت الدجاج كما شفتوا فاش كنمشي نجيبو مع عند الدجاجي كنقول ليه حيد ليا الجلده كما شفتوا انا ما عنديش مع ديك الجلده ما عندي ما ندير بها. مثلا الا كان شي دجاجه بغيت نديرها محمره اللي كنخليها بالجلده ولكن هذا ما حيت ما فيها حتى فائده البنات غير باش نقول لكم يعني انا كنمشي عند الدجاجي تبارك الله خدمته متقونه كيحيد ليا ليه الجلده كنجيبو مزيان يعني شحال هذا كنت ما كنتش طايحه عليه كنجيب الدجاج صراحه كنعاني معاه وما كنحملوش واحد المده طويله ما كنتش كندخلو للدار حتى لقيت هاد السيد هذا تبارك الله عليه خدمته نقيقيه وهذا زعما ما عندي ما نقول عرفتو كيجيب ليا كنوصي على الدجاجه كيجيبها ليا هي هذيك. المهم البنات انا غادي نوريكم كيفاش كنغسلو عاده بحال كاع الناس كنغسلو بالملح والحامض كنحكو مزيان كنشللو كنغسلو مزيان 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 وكنشد واحد الشبيكه كنديرها فوق البانيو كنحط الدجاج مع الطروفه ديال الحامض وكنعصر فوق الحامض وكنزيد جوج معالق كبارين ديال سكينجبير. سكينجبير البنات كيخلي الدجاج يتسقطر دغيا ويحيد منه دوك هذاك الماده اللزجه اللي فيه كيحيدها منه دغيا دغيا. كنخليه تقريبا جبتو الصباح جبتو تقريبا مع واحد 11 ديال الصباح بحال هكاك خليته دابا راه 4 ديال العشيه يعني خليته مزيان كيتسقطر حتى القاع ديال البانيو راه كتلقاو فيها بالضبط ديك الماده اللزجه وكتلقاو فيه حتى الماء ضروري هاد ليطاب هادي. اش غنقول لكم دابا كاينه ليطاب ديال التشرميله غتقول لي امل نورمالمون ما كنديروهاش حتى انا بحالكم كنت كنشد الدجاج وكنديرو في الفريغو هكاك بيض حتى كنبغي نطيبو عاد كنبدا نشرملو التشرميله اللي غادي تجي معاه. دابا لا دابا وليت كنغسلو وكناخد بحال هكا طويصه اللي كندير فيها قزبر معدنوس بكميه كبيره 4 دروس ديال الثومه سكينجبير الخرقوم البزار الملحه وكنحرك داكشي بشويه ديال الماء وكن حتى كيتسقطر ليا الدجاج وكلشي وكنشرملو كما شفتوا هو كله دابا مشرمل. عرفتوا البنات جربوها وردوا عليا انا درت ليه تشرميله ستوندار يعني غادي تجيكم مع جميع الاطباق ديالكم ما تخافيش تقولي البنه ولا شي حاجه كيجي مبنن وما حتى هو كيتكونجلا وما حتى البنه ديالو كتزيد فيه. عرفتوا رائع هاد لي طاب هادي. دابا صافي ما غنخليه لا يتسنى لا والو غادي نشدو نديرو الساشيات ونديرو في الفريغو كما قلت لكم انا كنت كنقاد فيه وقلت علاش لا ما نوريكمش هاد لي طاب هادي. ها نتوما دابا راه مشرمل كما قلت لكم هو كيتكونجلا وهو كيزيد يتشرب ديك الشرموله كيجي خطير في الطياب ديالو كيجي مبنن حسن ما انكم تجبدوه بيض عاد بداو تشرملو فيه ولا شي مرات كنساو ما نشرملو كنجيو نيشان كنحطوه في الطاجين وكنديروا عليه العطريه وماشي غير ديال الطاجين يعني غديري به جميع الاطباق ديال الدجاج كيجي شهوه منه. المهم نتمنى انني فتكم بهاد لاستيس هادي. المهم البنات اللي كيديروها قوليها ليا في لي كومونتير والبنات اللي ما كيديروها جربوها وردوا عليا الخبر. غزالات ديالي غادي نختم معكم فلوق هنا نتمنى من كل قلبي انكم تكونوا دوزتوا معايا نهار زوين فرحانه بزاف وانا كنشارك معكم يومياتي البسيطه يوميات فيها دي زاستيس افكار ضحك نشاط. فما تنسينيش الا كيعجبك المحتوى ديال القناه انك تدعميني بزاف ديال لي لايك بزاف ديال لي كومونتير كذلك البارطاج الا كتعجبك القناه تشاركيها مع صحاباتك واتساب فيسبوك باش هكا نكبروا العائله ديالنا. الى اول مره كتشوفيني ما تنسيش انك تضغطي على زر الاشتراك ديال الفيديوهات زوينين ان شاء الله ومرحبا بك ومرحبا بالغزالات اللي نضافوا جداد القناه. كذلك غادي نطلبكم الى عندكم اي اقتراح اي تساؤل مرحبا والف مرحبا خليوا لي كلشي في لي كومونتير شنو تبغيو تشوفوا من هنا لقدام في القناه كيهمني انني نعرف ارائكم. تهلاو لي فريسكم ونتمنى لاستيس ديال الدجاج تعجبكم وجربوها من هنا لقدام غيولي يعجبك تاكلي الدجاج الرومي حيت نورمالمون هو كيكون باسل. تهلاو لي فريسكم خليتكم فرحه الله حتى الغداء ان شاء الله فيديو جديد. بسلامه.